أعيش الحياة بنور الكتاب وهدي الرسول إمام الورى، وأقفو طريقا به الصالحون، مضوا للرشاد وحاز العلا، ففيه السعادة فيه الهناء، وطيب المعاش ونيل المنى، وتصفو الحياة بهدي الحبيب. هلما فسر في ركاب الهدى. ألو؟ هلما فسر في ركاب الهدى. أعيش الحياة بنور الكتاب وهدي الرسول إمام الورى، وأقفو طريقا به الصالحون، مضوا للرشاد وحازوا العلا، ففيه السعادة فيه الهناء، وطيب المعاش ونيل المنى، وتصفو الحياة بهدي الحبيب.